بينما يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى موقع الكارثة في ولايتي باكتيكا وخوست النائيتين جنوب شرق أفغانستان، تأكد إحصاء أكثر من 1500 قتيل وأكثر من 2000 جريح. لكن الأرقام المفزعة لضحايا الزلزال مرجحة للارتفاع مع تعسر الوصول لعدد من القرى الواقعة في المناطق الجبلية النائية. وزادت الأمطار الغزيرة من تأزم عمليات الإنقاذ واستمرار وجود مئات الأشخاص تحت أنقاض المنازل المدمرة، والتي تقول الأمم المتحدة إنها تجاوزت 2000 منزل. لكن المشكلة هنا لا تقف على العاملين الجغرافي والمناخي، إذ تزيد الأزمة السياسية في البلاد من فرضية ارتفاع أعداد القتلى، مع إعلان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف عدم امتلاك المنظمة الدولية للقدرات اللازمة للمساعدة في عمليات الإنقاذ، مع مغادرة أغلب المنظمات الدولية للبلاد منذ تولي حكومة الطالبان في أغسطس الماضي. تركيا هي أفضل بلد يمكنه توفير مساعدات لعمليات البحث والإنقاذ في أفغانستان. تحدثنا بشأن ذلك مع السفارة التركية هنا، وهم بانتظار طلب رسمي من السلطات. فرقنا لا تملك المعدات اللازمة لانتشال الناس من تحت الأنقاض. هذا يجب أن يعتمد في الغالب على جهود السلطات التي لديها أيضا نقص في هذا الصدد. ولأفغانستان تاريخ طويل من الزلازل، كثير منها يحدث في منطقة هندوكوش الجبلية المحاذية لباكستان، وتسبب زلزال عام 2015 في مقتل أكثر من 300 شخص في أفغانستان وباكستان والهند، فيما قتل أكثر من 4500 شخص في المنطقة نفسها عام 1998. سناء المهداوي، تي آر تي عربي.